حياتك في آسيا. أنا كارين وازن وهلأ موجودين برياض برياض فاشن ويك. كتير مبسوطة أكون هون، هيدا تاني السنة بكون موجودة. هيدا الشيء كتير بفرحني وكتير بنبسط شوف الديزاينز والتطور بالديزاينرز وشغلهم للديزاينرز، مش بس during رياض فاشن ويك، بس I think in general يلي عم نشوفه اليوم بالسعودية دعم الانسبريشن، it's amazing to witness. هيدا أول شو بحضره هيدا الموسم، وآي لاف عبادية، يعني صار لي أكثر من سنة بلبس تيب من هير كولكشن، خاصة هلا لما شفتها مع ابنها تأثرت، لأنه بعرف قد إيه المرة لما بتكون أم بتكون مشغولة أوريدي وتكون عم بتلاقي وقت تعمل توازن بين عائلتها وبين شغلها. هيدا الشيء اتس فيري انسبايرينج. رح أحضر شو بعد هيدا تبع رزان العزوني يلي كمان هي شخص بقدره كثير وبعرفها صار لي من زمان، يعني بعرف شغلها. So I'm excited to see her collection. وبكرة كمان عندي 2 shows.